السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الفطيره اللي غادي تكون روعه، وهي الحقيقه فطيره تركيه وانما غادي نطبقها لكم. كنتمنى انها تعجبكم. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا فيها، هنا كنحتاجوا واحد الكاس ديال ياغورت مسوس، وهنا كنحتاجوا جوج خمارات ديال 15 غرام، وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال سنيده، وعندي معلقه صغيره عامره ديال الملح اللي خلطتهم بجوج ماشي مشكل، وعندي هنايا تقريبا الدقيق ما بين 700 حتى 800 غرام. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوا. وعندي نص سترو ديال الحليب اللي انا مدفياه، هو هذا نص سترو ديال الحليب اللي انا دفيته يعني باش نعجنوا الخليط. هنا اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو بها، غادي نضيف الحليب السيتر، السيترو يعني 500 مليلتر، وغادي ندير كاس ديال ياغورت، هما الحقيقه هنا بالنسبه للناس ديال الخارج هما كيخدموا اكثريه في الوصفات ديالهم الكوارك، راه كيعرفوه راه تيكون مسوس عندهم بحال الرايب، هو الرايب ديالهم اللي كيخدموا بزاف مسوس، تيكون راه كيتباع ماشي غالي، راه كيتباع في جميع المحلات. انا هنا خدمت هي ياغورت ولا ياغورت مسوس. هنا غادي نضيف الملحه والسكر صافي، وغادي نبقى كنجمع بالدقيق حتى تجمع ليا المقادير كامله. المهم اللي الدقيق على حسب الخليط، المهم كاين غادي نجمع حتى تجمع ليا الدقيق ديالي، وغادي نقول لكم حدايش. غادي نضيف النص ديال الكميه، وغادي نضيف كذلك الخميره ديال الحلوه اللي غادي نضيف فيها 15 غرام، يعني جوج خمارات حمر بالنسبه للناس المغرب، 7 غرام و50 يعني 7 ولا 8 8. ما بين 700 حتى 800 غادي تدخل، انا عبرت هنا واحد 700. انا غادي نعجنها هكا تكون خفيفه تعجن، عجنوها قبل ما تجمعوها. غادي نزيد الدقيق، كتعجن غير باليد ما كتحتاجش شد ليك، لان داك الياغورت اللي فيها هو تيرطبها. حيت كاين الدقيق اللي كينشف وكاين الدقيق اللي تيكون ما تينشفش. بالنسبه لهذا الدقيق هذا تقريبا انا راني حاسه براسي دخلت فيه كيلو صافي. هنايا من بعد ما عجنتها ودرت لها شي شويه الطحين، غادي نقسمها على 8 ديال الطراف، يكونوا متساويين. وغادي نقبطو وغادي ناخدو حبات ونديروهم مكورين هكذا، وهذا الدقيق اللي عندنا نحاولو اننا نجمعوهم بحال هذا الشكل هكذا صافي. درتهم على 4 ديال الكرات. هنا غادي ناخدو واحد الزويف وغادي نخليهم يرتاحو مزيان واحد ربع ساعه كاع تقريبا حتى هما اليوم، وديك الساعات وغادي نرجع لكم ونكملوا الطريقه. هنا راني رديت الزبده، درت هنا الزبده كدوب، هي اللي دابت،
دابا غادي نضيف عليها الزيت، واحد نص كاس ديال الزيت، ونخليها باش غادي ان شاء الله منين يرتاحوا ليا هادو غادي نبدا نطلق بيهم. صافي هنايا من بعد ما ارتاحوا لي هانتوما شفتون واحد ربع ساعه كيرجعوا فتيتين، غادي نهزهم باش نبقى كنطلق وحده بوحده نديرهم فشي صوينيه، وغادي نوجدوا بلاطو اللي غادي نديروا فيه كاغيط ديال الزبده، وغادي نبقاو نطلقوا هنا بالتلاك. هنا كي قلتو كنرشوا الطحين ونبقاو كنطلقوها هكذا. تنحاولوا اننا نرققوها مزيان، صافي. هنا من بعد ما كنطولش عليكم الفيديو، هنا من بعد ما وسعتها بهذا الحجم هذا كيتجي على هذا السمك هذا رقيقه، دابا غادي ناخذها ونحطها في الطبسيط ونقددوها على الدائره ديالها. صافي هكذا. دابا غادي ناخذو غادي نديرو لها الزبده والزيت اللي قلت لكم درنا، نحاولوا اننا ندهنوها باش تجينا مورقه، وغادي نوليو نضيفوها حيت بالنسبه لهاد العجينه هذه الخليط اللي درت 8 ديال الحبات، كل وحده غادي نديرو عليها 4×4، يعني غادي يجيونا جوج ديال الفطائر اللي غادي ندير دابا وحده غادي نقرصها وغادي نضيفها فوق من هذه. صافي هانتوما شفتوا هذه الثانيه، هتهزوها بحال هذا الشكل وتجيبوها وتحطوها فوق هذه، كتغطيو بها حتى كيتغطاو لنا هاد الجناب هكا. كذلك نفس الطريقه ديال اليدان اللي غادي نديرو، وغادي كي قلت لكم غادي ندير الثالثه والرابعه وغادي نحبس، ومن بعد غادي نوريكم التتمه. صافي هنايا من بعد ما كملت الاولى اللي قلنا درنا فيها 4 ديال الحبات باش نفسر انا باش تفهموا مزيان، كاينه الاولى كاينه الثانيه كاينه الثالثه والرابعه، هادو 4 في الحبه في يعني في الفطيره. عندي الثانيه كذلك، ها هي دي حتى هي صوبتها حتى هي فيها 4. هذه غادي نخليوها على جنب، وغادي ناخذوا هذه غادي نرشوا شي شويه الدقيق دائما، وغادي نزلوها هنا، وغادي نبداو نطلقو فيها حتى هي بالتلاك حتى غادي نردوها كبيره باش كترقق لنا. غادي نجبدوها مزيان، انا غادي نجبدها باش ما نطولش عليكم ونرجع. صافي هنا من بعد ما كبرتها كامله غادي نرش عليها كذلك الزبده، الخلطه اللي درنا ديال الزيت والزبده، وغادي ندهنوها. بالنسبه لهاد الكميه ما تصلحش لعائله كبيره، ما تصلحش لعائله صغيره، يعني ديروا نتوما النص اللي عندها العائله صغيره، واللي عندها العائله كبيره يمكن لها دير جوج. انا دائما كندير لكم داكشي كثير قدامكم. دابا غادي نقبض من هنا
وغادي نبقاو كنلويها. بان غادي تجي مورقه كنتبع لكم المراحل كلها باش تفهموا. صافي هنا باش كنحصلوا على هذا الحربول هذا، هنا غادي نقبطوا وغادي نلويوه لهذا الشكل هكا. هانتوما ونجيبوه لهذا الجنب هذا ونقبطوه. صافي هانتوما كي لتحت كي الفوق، وغادي نحطوه ونغطيوه عليه وغادي نخليوه يرتاح. كنحصلوا على واحد كي كيقولوا مسمنه ولا ولا فطيره، يعني حاله زونيه هكذا، وغادي نخليها ترتاح باش بلاتي غادي نقرصها. رديتها هنا في الطبسيل ديالها اللي غادي تولي ترتاح فيه باش نقرصها. صافي وغادي نغطيها من يدل حتى ترتاح باش نقرصوها. صافي هنا من بعد ما ارتحت لي العجين ديالي غادي نزلها بالكاريط ديالها للارض. تجيني سهله. هنا غادي نقبط وغادي نقرصها. كنطلقوها عود فطيره كبيره باش قلت لكم هذه كتجي مورقه. صافي هنا فاش طلقتها، حاولوا لو بغيتوا تطلقوها حتى بالدلاك تطلقوها ولا بيديكم. دابا هنا غادي ناخذ بيضه وغادي نديرها في الوسط. غادي نقبطها غادي نحلها نخلطها هنايا وغادي نسرحها فوق هذا الخليط بهذا الشكل، وغيكون الفران عندنا مشغول على درجة الحرارة 200 وندخلوها الطيب على خاطرها حتى توجد. إلا شتو شي حاجة بأنكم مازال عندكم عالية واخا تكون البيض قرصوها. هنا غادي نتكوها باش ما تنفخ ليناش بزاف. صافي دابا غادي ندخلها الفران وان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها. صافي غادي نحطها في الطبسيل وغادي ندخلها الفران. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا اللي كتجي في الفرن هكذا، وكتجي مقرمشه نتوما تسمعوا مرقه فيها الخدمه وانما كتجي رائعه. دابا غادي نحل لكم واحد الطريف من الداخل باش تشوفوه. ها نتوما مازال سخونه ومورقه. سخونه بزاف. ها نتوما شفتوا